على أول جريمة قتل وقعت على ظهر الأرض بين أحد ابني آدم، حيث يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي قتل أحد ابن آدم جمع بين جريمة القتل وقطيعة الرحم، لأنه أخوه. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي اللي هو الظلم والعدوان وقطيعة الأرحام، هذه جريمة يعاقب عليها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. ورب العزة يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جريمة القتل فظيعة. الإسلام نهى عنها. المؤمن بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. الذين يستحلون دماء الغير يوقعون أنفسهم في ضياع. لا ذنب أخطر من هذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه أهدر حق النفس في الحياة، وإهدارها في مكان يغري بإهدارها في أماكن أخرى. من أجل ذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية ونصح وأمر وقال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ووقف عليه الصلاة والسلام ليقول: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأنك حين تضرب عنق أخيك أو تقتله ترجع القاهرة إلى عهود الجاهلية الأولى والعياذ بالله. ومما أورده وأشار إليه أن نفرا من عقل وعرينة استوخموا المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجههم أن يخرجوا مع راعي الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فجيء بهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، لأن هؤلاء ارتكبوا جريمة القتل وارتكبوا الجريمة البشعة التي نهى عنها القرآن. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.